أفرج تنظيم داعش الإرهابي عن 6 من مختطفي السويداء. كيف تم ذلك؟ ومن هو الرابح الحقيقي جراء أزمة المختطفين؟ وسط الحديث عن شروط مخفية تضمنها اتفاق الإفراج عن المختطفين. بعد حوالي 3 أشهر من الاختطاف، أفرج تنظيم داعش الإرهابي عن 6 مختطفين ومختطفات من سكان ريف السويداء الشمالي الشرقي. المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن التنظيم أفرج عن أول دفعة من المختطفين 27 المحتجزين لديه، والذين يبلغ عددهم الكامل 18 طفلا و9 نساء، إذ جرى الإفراج عن سيدتين مع 4 أطفال ضمن أولى خطوات تنفيذ كامل الصفقة التي تتضمن تسليم مبلغ 27 مليون دولار بالإضافة لأكثر من 60 معتقلة لدى قوات النظام طالب التنظيم بهن مع محتجزات أخريات لدى قوات سوريا الديمقراطية. ووردت معلومات عن أن الجزء الأول من الصفقة جرى بالتزامن مع تسليم معتقلات لدى النظام السوري للتنظيم الإرهابي كبادرة حسن نية من الطرفين، ومن المرتقب خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة أن تجري عملية الإفراج عن كافة مختطفي ومختطفات السويداء مقابل تسليم المبلغ المتفق عليه وتسليم المعتقلات. ويتزامن هذا الاستلام والتسليم مع هدوء يسود منطقة تلول الصفا التي يتواجد فيها تنظيم داعش، وذلك عقب استقدام قوات النظام تعزيزات عسكرية ضخمة إلى مواقعها ونقاطها في تلك المنطقة الواقعة عند الحدود الإدارية مع ريف محافظة السويداء. ويقول المراقبون إن هذه التعزيزات الكبيرة جاءت كورقة ضغط على التنظيم للتسريع في عملية الإفراج عن المختطفين لديه من أبناء السويداء. هذا ومن المرتقب بحسب متابعين أن تنتهي أزمة المختطفين والمختطفات الذين كان التنظيم قد اختطفهم خلال هجمات الأربعاء الدامع على السويداء وريفها في 25 من شهر تموز الفائت من العام الجاري، وأوقع أكثر من 250 قتيلا في المنطقة التي بقيت إلى حد كبير بمنأى عن الأزمة السورية منذ اندلاعها في عام 2011. ويرى مهتمون بالشأن السوري أن الرابح الأكبر من وراء الأزمة التي حلت في مدينة السويداء هو النظام السوري الذي كان قد اشترط على مشايخ السويداء إلحاق أبنائهم في الخدمة الإلزامية والاحتياطية، إذ أن هناك 30,000 مطلوب كشرط أساسي للنظام لدخوله على خط الأزمة فيما يتعلق بملف المختطفات لدى تنظيم داعش. مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا للنقاش في هذا المحور الأستاذ خلدون مشرف ناشط إعلامي من السويداء. أستاذ خلدون مساء الخير. مساء الخير. نعم أستاذ خلدون، بعد الإفراج عن 6 من مختطفي مدينة السويداء، ماذا عن باقي المختطفين؟ هل من جديد؟ مساء الخير لكم ولقناتكم الكريمة. مساء النور. استقبلت محافظة السويداء البارحة الدفعة الأولى من المختطفين. نعم. الذين كانوا محتجزين لدى تنظيم داعش الإرهابي بكثير من التفاؤل والأمل، وهي وعلى ما يبدو أن هذه هي عبارة عن صفقة تم الإفراج عن الدفعة الأولى منها يوم البارحة، ونحن أمام صفقة كاملة متكاملة. على ما يبدو أن مراحلها الأولى قد بدأ العمل بشكل جدي للإفراج عن باقي المختطفات لدى تنظيم داعش الإرهابي، وقد كان لي زيارة إلى السيدتين اللتين تم الإفراج عنهن البارحة واليوم، وكانت ظروفهم الصحية لا بأس بها، وقد أدوا بعض التصريحات، وقد أرسلت إليكم فيديو مصور. نعم سوف نستعرضه أستاذ خلدون في عملية تبادل الأفراج. طب هل هناك أي تطور حيال باقي المختطفين؟ هناك معلومات تقول أن وصلني منذ قليل من مصادر تقول أن الليلة سيتم أيضا الإفراج عن دفعة جديدة من المختطفات ضمن صفقة، على ما يبدو أن الجانب الروسي يشرف ويسهل عملية تبادل الأسرى وبالتعاون مع الحكومة السورية مع تنظيم داعش الإرهابي، وقد يكون هناك أيضا دخل شيء جديد على الخط هو الفدا المالية. الآن أصبحنا نتحدث عن تبادل أسرى وفدا مالية تصل إلى 30 مليون دولار. البند الثاني من الإفراج عن باقي المختطفين يتضمن شق مال مادي.
وشق يتعلق بإفراج عن المعتقلين، أليس كذلك؟ الحديث كما تعلم سيدي الكريم أنه عندما تم الإفراج عن المختطفين حصل البارحة الساعة 2:30 ليلا، تم وصولهم الساعة 4:30 إلى مركز مدينة السويداء محافظة السويداء، ومن ثم تم نقلهم إلى دار طائفة المسلمين الموحدين الدروز، وقد تم الإشراف على وضعهم الصحي. أما التوقعات فلا نتكلم، لا نستطيع أن نقول أن عدد المختطفين الذين سوف يتم الإفراج عنهم في المرحلة القادمة لأنها تتم بشكل مفاجئ، ولكن على ما يبدو أن فعلا الملف قد فتح بشكل جدي، وقد أصبح التحدث عن الإفراج عن باقي الأسرى لدى تنظيم داعش الإرهابي هو حديث الساعة في محافظة السويداء، وهذا أمل كبير يجعلنا نترقب في قادم الأيام القليلات القادمات بالإفراج عن كافة، إن لم يكن هناك أي تدخل يشوش على عملية التفاوض مع تنظيم داعش الإرهابي. طب عملية الإفراج تمت من خلال اللجان المشكلة من قبل أهالي السويداء أم عن طريق النظام؟ كما قلت لك سيدي أن الجانب الروسي هو الذي يشرك، إذن الجانب الروسي هو عرب هذه الصفقة؟ عملية التبادل على ما يبدو آن الأوان للعمل بهذا الملف بشكل جدي، حيث سيتم عن الإفراج. لا يوجد أي معلومات تؤكد ما هي طبيعة التفاوض، أين يتم التفاوض، ما هم الوسطاء. هناك معلومات تقول أن هناك مجموعة من وجهاء محافظتي حماه وحمص هم وسطاء قد كان لهم دور، طبعا هذه عبارة عن معلومات غير دقيقة، لهم دور في عملية التفاوض، وسط للتفاوض والتبادل مع تنظيم داعش الإرهابي لكي يتم إنهاء هذا الملف بشكل نهائي. نعم، طب هل من تفاصيل عن العناصر الذين سلمهم النظام لداعش، يعني هل هم سوريين أم أجانب؟ قد تم تسليم كما تعلمون 6 أسرى شهيدتين و4 أطفال مقابل 17 عنصرا لتنظيم داعش الإرهابي، تم الإفراج عنهم من سجون الدولة السورية. أما ما يتحدثون عنه ومن بعض المصادر أيضا الشبه مؤكدة أن تنظيم داعش الإرهابي وعلى لسان المحررات من قبل تنظيم داعش الإرهابي قالوا بأن ما يريده تنظيم داعش أن هو الأسرى المتواجدين في نظام الدولة السورية، يريدون أسرى موجودين لدى الدولة السورية وأسرى أيضا موجودين لدى قوات سوريا الديمقراطية. طب الحديث يجري الآن بأن النظام يعني قبل التفاوض مع داعش لإطلاق سراح الرهائن مقابل أن يتم تسليم 30,000 مطلوب من أبناء السويداء للخدمة الإلزامية والاحتياطية من دون أي اعتراضات من الأهالي، هكذا الحديث يدور الآن. سيدي من الصدف أن إذا أردنا الربط بين هذين الملفين قد تكون الصدفة، بمحض الصدفة أنه تم تسهيل الآن يتحدثون، إذا أردنا أن نتحدث عن موضوع الخدمة الإجبارية والاحتياطية قد يكون من محض الصدفة أن هناك تسهيلات في الحديث الآن، يتحدثون اليوم من مصادر شبه مؤكدة وعن إلغاء الخدمة الاحتياطية والإفراج، إن هناك انفراجات كما تعلم أن هناك انفراجات على المستويين ملفين، ملف الاحتياط والملف ملف المختطفين، قد يكون محض صدفة وقد يكون له أيضا ارتباطات، ولكن لا معلومات تؤكد أن بين هذين الملفين هناك ارتباط. أشكرك جزيل الشكر على هذه الإيضاحات السيد خلدون مشرف ناشط إعلامي حدثتنا من السويداء. بالعودة إليكم أستاذ محمد، لماذا بعد 80 يوم حتى شهدنا انفراجه في ملف مختطفي السويداء برأيكم؟ صراحة في البداية شيء مفرح إطلاق سراح حتى ولو كان عدد قليل من المخطوفين لدى داعش، مثل هذه الصفقات تكون على مستوى طويل الأمد، فلذلك كان لابد من إطالة هذه، لأن كل طرف من أطراف هذه الصفقة لديه استراتيجية، ولديه استراتيجية يجب أن يحقق أهداف آنية في هذه الصفقة، فكان لابد من لها أخذ الوقت الكافي لكي يكون كل واحد من أطراف هذه الصفقة هو مقتنع بما كسبه أو ما سيكسبه في الفترة القادمة من هذه الصفقة. فلذلك كان لابد أن تأخذ هذا الوقت، ونتمنى في المراحل القادمة أن تستمر هذه ويتم الإفراج عن كامل المخطوفين.
نعم، بالانتقال إليكم دكتور إبراهيم، مصادر إعلامية تحدثت أن الخطوة الثانية من الاتفاق للإفراج عن باقي مختطفي السويداء تتضمن أن تفرج قوات سوريا الديمقراطية عن معتقلين يطالب بهم تنظيم داعش إرهابي، إن كان لديكم تفاصيل حيال ذلك. بحسب التصريحات التي قرأتها الصادرة عن قوات سوريا الديمقراطية تم الرفض وتأكيد بأن ليس هناك، هم ليسوا طرف في هذا الاتفاق الذي يجري بين النظام وتنظيم داعش، وأقول وأضيف برعاية روسية. يعني من الملاحظ أن روسيا هي التي تدير تنظيم داعش وتدير النظام، ولنفكر قليلا، قبل 3 أشهر عندما تم استشهد أكثر من 250 شخص في سويداء وتم عملية الاختطاف، هؤلاء الدواعش من أين أتوا؟ ما أيضا روسيا هي التي قامت بنقل هؤلاء الدواعش من ريف دمشق إلى منطقة إلى مدينة سويداء. الموضوع هناك عبارة عن لعبة قذرة من أجل توريط أهلنا في سويداء، من أجل تجنيدهم ورطوهم. تم قتل أكثر من 250 واليوم يفاوضون عليهم من أجل إطلاق سراح معتقلين تنظيم داعش لدى النظام ودفع أموال لكي فيما بعد يقول لقد صرفنا أموال طائلة عليكم، لذلك عليكم أن تأتون وتشاركون في محاربة الإرهاب. ما نراه على الأرض على الخارطة السورية نفوذ داعش في تقلص، يعني يوما بعد يوم داعش في حالة زوال. لكن هذه الحركات التي تقوم بها النظام برعاية روسية هي من أجل توريط أهالي سويداء في معركة لا ناقة لهم ولا جمال. طب نعم دكتور إبراهيم وأستاذ محمد، يعني هناك مقطع فيديو للمختطفات اللواتي كان عن تنظيم داعش الستة والتي تم الإفراج عنهن، سنشاهد دقائق منه وثم نذهب إلى محور آخر من النقاش والسادة المشاهدين. كيف كنتوا عارفين انه عايشين بصحراء؟ من خلال ايش؟ الصحراء اللي نحن فيها حفرين بالارض وقاعدين فيها. يعني انتوا قاعدين بالعراء كنتوا؟ بالعراء؟ ما في ولا خيمه فوق راسكم ولا في؟ لا كانوا يعني حاطين لنا خيمه عاملينها، ايه مظبطينها، يعني حاطين لنا سجاده تحتينا ننام عليها. ايوه. في حرمات، احيانا ما في حرمات، هن ما عندهم يعني يعطونا. ليكفي للكل، بس شوب كثير يعني ما حدا بده غلطة. نحن رايحين مشوار ساعة وجاي. الله معكم يا ضوء. فمنشان هيك يعني. حصل أمراض خلال فترة وجودكم هيك بسبب هالظروف الصعبة كان فيه؟ أكيد الأطفال مرضى، يعني ما هم متعودين على الأجواء. يعني مرضى الأطفال، فهن الدواء اللي موجود عندهم كان يجيبونا إياه، يعني هن ما قصروا، ما أذونا بشي، كلمة ما مستنا منه. ما كان في تهديد لكم بحيث انه يعني ممكن يكون في عليكم خطر؟ لا هددونا بشيء، ان كان يقولوا لنا انه انتوا بس انكم ان يطلعوا لنا اسرانا انتوا بتطلعوا. كان عندكم ثقه انكم ممكن تطلعوا؟ ايه عندنا ثقه بالله وبالدوله كثير. نعم اكيد. كنتوا تسمعوا الجيش وقت كان يضرب ويروح؟ كان يضرب كثير الجيش. يعني كان فوقنا القصر. كنتوا تشوفوا يعني؟ فصل ونعود للحوار، مشاهدينا ابقوا معنا.